كل ما اعمل مصل كونتراكشن كل المصل ما تضعف. يعني الكونتراكشن الاولى قويه، الثانيه ضعيفه، الثالثه اضعف، الرابعه اضعف، بعد كده ما فيش. يبقى انا اهو الحمد لله، فاهمني؟ بعدين لما وصلت هنا قلت الرحمن، فاهمني ولا لا؟ لا، فاهمني؟ هنا يبقى اسمها ايه بقى؟ بروجريسيف ويكنس. كلمه بروجريسيف يعني مستمر، يعني زياده مفترضه، فاهمين ولا لا؟ يبقى معنى كلمه ماسينا جريفز عباره عن بروجريسيف ويكنس اوف ذا ماسل. بروجريسيف اهو، بروجريسيف ويكنس اوف ذا ماسل اند ايزي، ايزي يعني بسهوله، فاتيجابيلتي من كلمه فاتيج يعني اجهاد بسرعه. اهو انا يا دوب امشي خمس خطوات بس مش قادر امشي، فاهمين ولا لا؟ ولحسن الحظ ما تزعلوش ان هذا المرض مور كومن ان فيميل ذان ميل. اصل هما بيقعدوا يتكلموا كتير، فجاء ربنا جايب لنا مرض في لسانهم بقى خلاص. يبقى المايسينا هيجيب لنا احنا ربنا امراض كومن ان ميل عن الفيميل، هناخدها في البلاد اشار على الهيموفيليا خلاص. يبقى المايسينيا جريفز هيريديتري ديزيز، يعني كونجينيتال ديزيز، يعني بيجي نتيجة عيوب خلقية، عيوب خلقية اسمها هيريديتري ديزيز أو كونجينيتال ديزيز. يبقى هيريديتري يعني وراثي، تساوي كلمة كونجينيتال مور كومن إن فيميل ذان ميل، عبارة عن إيه؟ بروجريسيف ويكنس أوف ذا ماسل أند إيزلي فاتيجابيلتي. ايه اسبابها؟ ادي النرف اهو وادي المصل اهي، خلي بالك. قال لك سبب وراثي ينتج عنه اجسام مضاده. اجسام ايه؟ يعني ايه بالعربي الانجليزي؟ انتي بودز. الجسم اللي بيصنعها ويكسر نفسه. يعني انا اهو ده جسمي انا اهو، فاهمين ولا لا؟ ده جسمي خلاص؟ جسمي هو اللي بيصنع الانتي بوديز، والانتي بوديز اللي جسمي صنعها هو اللي بيكسر المصل. يبقى اسمها ايه؟ اوتو انتي بوديز. اسمها ايه؟ اوتو انتي بوديز، او يقولوا عليها اوتو اميون ديزيز. اوتو يعني تلقائي، اميون يعني مناعه، يعني مرض مناعي ذاتي. انا اللي طلعت الانتي بوديز وانا اللي كسرت نفسي، مش جبت الانتي بوديز من بره، لا ده جسمي هو اللي صنعها والانتي بوديز اللي صنعها جسمي هو اللي كسر نفسه. بيعمل ايه؟ يجي رايح على الاسيتيل كولين ريسبتور اللي على المصل، كان اسمها ايه يا سنه بنسى؟ نيكوتينيك ريسبتور. اسمها ايه؟ يجي مكسر الريسبتور. يبقى الانتي بوديز دي يعمل ايه؟ يكسر الريسبتور. او يجي على النيرف تيرمينال، على النيرف تيرمينال، ويجي مقفل الكالسيوم تشانل. يبقى الاوتو انتي بوديز بتعمل حاجه من اتنين، ادي رقم واحد وادي رقم اتنين، بتعمل ايه بقى؟ ها؟ تكسر يعني ايه؟ ديستراكشن اوف نيكوتينيك ريسبتور اون ذا سكيليتال ماسل. تاني ديستراكشن اوف ذا نيكوتينيك، ما دي اسمها نيكوتينيك ريسبتور اون ذا سكيليتال ماسل. اتنين تعمل كلوجر ليه؟ ها بتقول كلوجر لمين؟ للكالسيوم شانل اللي موجوده في النيرف تيرمينال. هو ايه يعني اما اقفل الكالسيوم شانل؟ حد يقول مش هيخش الكالسيوم، وبعدين مش هيدعم الكالسيوم، وبعدين مش هيعمل كالسيوم كالمودينين كوبليت، وبعدين مش هيعمل فوسفوريليشن، وبعدين مش هيترابشر، مش ريليز، مش كروس، مفيش باين، يعني مفيش مصل كونتراكشن، صح ولا لا؟ طب نيجي هنا، ايه يعني اما اعمل ديستراكشن للنيكوتينيك ريسبتور؟ خلي بالك لو افترضنا يعني ان دي مفتوحه شويه ودخلت شويه هيطلع الاستايل كولين هنا، صح؟ هيجي يمسك في مين؟ مفيش ريسبتور، صح ولا لا؟ يبقى طالما مفيش ريسبتور ادي الاستايل كولين اهو يمسك في الريسبتور، مفيش. طالما مفيش ريسبتور يبقى مفيش بوست سينابتيك بوتنشال، مفيش مصر كونتراكشن، فاهمين ولا لا؟ اما الاوتو اندي نودز تقفل الكالسيوم تشانل
يبقى المرض ده اسمه لامبرت ايتون سندروم. واحد اسمه لامبرت وواحدة اسمها ايتون. فهم الاثنين اكتشفوا ان في الاوتو اميون ديزيز في المايسينيا جريفز ان ممكن الكالسيوم شانل تبقى مقفول. فقالوا احنا هنسمي المرض ده باسمنا ده براعة اختراع. فمنه لا فسموها ايه؟ لامبرت ايتون سندروم. يبقى ممكن اسألك في الشبه يعني ايه لامبرت ايتون سندروم؟ تقول لي معناها ان الجسم هيكون انتي بوديز وهذه الانتي بوديز هتعمل كلوزر لمين؟ للكالسيوم شانل اللي موجوده في النيرف تيرمينال. تقوم تعمل مصل كونتراكشن ولا ما تعملش؟ ما تعملش. ده اسمها ايه؟ لامبرت ايتون سندروم. خلاص؟ طيب ايه؟ قال ايه دي؟ ادي الجسم اهو بيصنع انتي بوديز. خلاص؟ الانتي بوديز اللي الجسم صنعها اسمها اوتو انتي بوديز. او ساعات نقول عليها اوتو اميون ديزيز. الاوتو انتي بوديز بتعمل حاجه من اتنين. يا اما تكسر الريسبتور، بس خلي بالك ممكن ما تكسرش الريسبتور كلها. يعني ممكن عندي 100 ريسبتور تكسر 20 وتسيب 80. تكسر 50 وتسيب 50. مش معناها ان المصل يعني كومبليتلي، ما انا بقول الحمد لله في الاول يعني في شويه شغالين مش كلهم يعني ما بعملش كومبليت ديستراكشن. فاهمين ولا لا؟ طيب وهنا برضو ما في الكالسيوم شانل مش معناها ما فيش ولا حق، ما فيش حاجه بالطب اسمها 1+1 يساوي 1 يساوي 2 يساوي 0 يساوي 3. يعني ما فيش حاجه اسمها يعني شارب كده. يعني ما في الكالسيوم شانل ممكن واحده تكون مفتوحه عادي. فاهمين ولا لا؟ طيب نعالج الراجل ده ازاي؟ نعالجه ازاي؟ نديله حاجه تقلل الانتي بوديز دي. ما هو لو ما فيش الانتي بوديز دي مش هيكسر الريسبتور ومش هيقفل الكالسيوم شانل. فاهمين ولا لا؟ فهنديله حاجه اسمها كورتيكو استيرويد. اسمها ايه؟ او كورتيزون. او ايه؟ كورتيزون. مش في الكتاب دي، ادي واحد. اتنين موجود على المصل ادي النير اهو ادي النير دي اسمها سينابتيك نود عشان قلنا عليها امبارح او الفولد. يعني بيبقى هنا اسمها سينابتيك جتر اللي كان اسمها سولفوس برضو ودي اسمها سينابتيك جتر. بيبقى عليها انزيم، هذا الانزيم يسمى كولين استريز انزيم. يسمى ايه؟ اهو كولين استريز انزيم. فايدته ايه؟ ان لما الريسبتور تشتغل ادي الريسبتور اهي هنقول واحده سليمه يعني وادي الاسيتايل كولين اهو. اما الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور يعمل مصل ايه؟ كونتراكشن. ما يعملش في مصل كونتراكشن طول النهار، هو يعمل المصل كونتراكشن ويجي طالع عليه الانزيم ده مكسر يقول سيب الريسبتور بقى. فاهميني؟ يعني انا اهو اروح على المصل كده يبقى كده هعمل مصل ايه؟ كونتراكشن. يطلع لي انزيم يكسرني انا مين؟ اسيتايل كولين. اما يكسرني اسيب الريسبتور. فاهمين ولا لا؟ طب عايز اعمل مصل كونتراكشن تاني اروح للريسبتور. اول ما اعمل الريسبونس اللي انا عايزه يطلع لي الاسيتايل كولين يكسرني. فاهمين ولا لا؟ يبقى الكولين ستريس بيكسر الاسيتايل كولين بعد ما اعمل الاكشن بتاعه. حلو الكلام؟ في هذه الحاله اللي هي المايسينيا جريفز انا اصلا عندي شويه ريسبتور اهم. خلي بالك. وعندي الكالسيوم شانل واحده منهم مفتوحه فطلعت لي واحد اسيتايل كولين مثلا يعني. فاهمين؟ مثلا. فانا بقى في هذه الحاله لو سبت الكولين ستريز يتكسر، لو سبته يتكسر يبقى هقلل الاكشن. يعني هقلل المصل كونتراكشن. فانا بدي دراج هناخدها بالاوتونوميك بالتفصيل. الدراج دي تمنع الكولين ستريز ان هو يشتغل. يوم ما الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور تاني ماسك فيها من غير تكسير. ما انا في حاله المايسينيا جريفز ما عنديش اي مصل كونتراكشن. فانا عايزها تعمل اي مصل كونتراكشن.
لما الاصنام كلين يمسك بريزنتور يتعمل ماسك فيها شويه يمسك فيها شويه تعمل ايه؟ مثلا كونتراكشن 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 كونتراكشن. انما لو الحاله نورمال اعمل كونتراكشن ويتكسر ويرجع تاني ايه؟ يمسك كونتراكشن ويتكسر وهكذا. انما انا في الحاله دي انا عندي مصل ويكنس فانا بصدق ان واحد اصنام كلين يمسك بريزنتور عشان يعمل لي مصل كونتراكشن. الدراج دي اسمها ايه بقى؟ انتي كولين ستريس. يبقى الدواء اللي هستخدمه اسمه ايه؟ انتي كولين ستريس. هناخده تاني في الاوتونوميك ان شاء الله. حاجه اسمها بروستيجمين. اسمها ايه؟ بروستيجمين. او ساعات يقولوا عليها ايه؟ نيوستيجمين. يا اما بروستيجمين يا اما نيوستيجمين. يبقى علاج الميسينيا جريفيس حاجتين، يا اما اديله كورتيكوسترويد دي مش في الكتاب، يا اما اديله بروستيجمين او نيوستيجمين اللي هو انتي كولين ستريس علشان ما كسرش الاسايكلين عشان يمسك الريسبتور لفتره طويله ويعمل مصل كل كده 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 ولا كم ساعه. طيب ماشي، هناخد كام محاضره في المصل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله وناخد الدرجه ولا الكرسي الالكتروني.